عليكم. النهاردة معنا حلقة متميزة قوي، 7 خطوات مهم جدا تنفذهم عشان نزود ثقتنا في نفسنا. يلا بينا، معاكم دكتورة نادية عبد العال، ونكمل ونبدأ الحلقة بتاعتنا. الثقة في النفس مشكلة، ودي أول حاجة طلبت مني وطلبة كتير بيطلبوها. وعلى فكرة كلمة الثقة في النفس دي أي حد في العالم، أي سن، صغير كبير، مهما كان التايتل بتاعه، كل الناس فينا محتاجة انها تزود الثقة بتاعتها في نفسها. طب هو يعني ايه الثقة في النفس؟ الناس بتفهمها ازاي؟ في ناس بتفهمها قوي ان صوته عالي ومتكبر وماشي بقى رافع دقنه كده ومتغطرس قوي، ده واو، ده اوعى وشك، ده واثق من نفسه 100%. ما تصدقش، مش شرط، ومش هي دي اصلا سمات الثقة. طيب امال هي الثقة عبارة عن ايه؟ يعني ايه معنى مفهوم كلمة الثقة؟ هي إمكانية إنك تشعر بإيجابية تجاه نفسك وقدراتك. تخيل، هي دي الثقة، إنك تقول إن أنا عندي قدرات وأنا بشعر بحاجات إيجابية. لما كلمة الثقة نفسها، كلمة ثقة كده يعني زي ما الناس بيعرفوها، عبارة عن إيه؟ هي بعض من السمات اللي بتساعدك إنك توصل للنجاح. شوف العملية بسيطة، هي بسيطة ومش بسيطة الصراحة. تعالوا نتكلم في خطوة خطوة، وهندي امثله وهنقول. انا قريت امر الله الفتره اللي فاتت، يعني مش قادره اقول لك ذا كود اوف كونفيدنس اللي هو كود الثقه، ذا باور اوف ناو، قوه الان، هاو تو امبروف يور سيلف. انا قريت كتب كتيره جدا، وطبعا مع الخبره اللي انا كنت دايما بنقلها، واللي اهم كمان من الخبره، لا ده نماذج حقيقي انا اثرت فيهم وغيرت قدرتهم ان هم بقوا من اكتر الناس اللي بتثق في نفسها. فيعني عندك نموذج، الحمد لله قدرنا بفضل الله ان احنا نساعد ناس كتير. طيب اول خطوة ايه هي بقى الخطوات دي؟ واول خطوة فيها ايه؟ انك تؤمن بقدراتك. يعني ايه اؤمن بقدراتي؟ الكلام ده صعب قوي، وان افكر بايجابية. اهم حاجة ازاي دايما في كل مجال انت فيه، how to be a unique person. يعني ايه الكلام ده؟ كان عندي واحد من العيلة وقريب جدا مني على فكرة ومن عيلتي، وكان بيشتغل، هو خلص كلية التجارة وجاب تقدير جيد او مقبول مش فاكرة الصراحة، وبابا جاب له كمان واسطة كويسة جدا وشغله في احدى الشركات الكبيرة جدا في مصر. والولد ده كان عنده حاجة من التهتهة، يعني ميجي يتكلم يجي يقول الجملة لازم يبقى فيه درجة من التهتهة عنده. طيب القصة دي، فما جبته قعدت معه، حبيبي انت بتشتغل ايه؟ قال لي انا بشتغل في احدى الشركات القابضة، ودي شركة كويسة جدا وبس. طيب ما جيت ابص برضو على كاريره، عشان هو ايه اللي بيخلينا دايما ما بنثقش في نفسنا؟ العادات والسلبيات اللي احنا تربينا بيها. تقول لابنك مثلا انت فاشل، او زميلك يقولك يا عم انت فاشل، انت مش هتقدر تعمل حاجة، اصحابك انت دايما فاشل، انت خواف، انت جبان، انت بنبني كل افكارنا من اراء اللي حوالينا، او من التجارب، او من بعض الافلام للاسف، او من بعض المسلسلات. دي كلها حاجات صعبه جدا وسيئه جدا في اي حياه حد فينا. طب نحلها ازاي؟ قلت له حبيبي انت تربيت مع ام واب الله يرحمهم هما الاثنين، ما علمكش ازاي تفهم نفسك، ما علمكش ازاي تفكر بطريقه ايجابيه. قول لي انت بتشتغل في شغلنا، اكيد انا ما اعرفش تفاصيل، ايه انت بتحب ايه؟ هو انت بتحب ايه؟ انا بحب الكمبيوتر. طيب شغلتك مرتبطه بالكمبيوتر؟ قال لي اه. كان الكلام ده من حوالي 10 سنين. قال لي انا، قالوا لي ان هم هينزلوا سيستم اسمه اوراكل. طب والله كويس قوي، بما انك يا حبيبي غني ومعاك فلوس، ما تروح قبل ما يجيبوا السيستم ده روح ادرسه، روح ادرس سيستم اوراكل. قال لي خلاص والله. قلت له سيبك بقى خالص من بابا، سيبك من ماما خالص، وشوف انت بتحب ايه وعزز قدراتك، وشوف في الشغل انت ايه اللي يخليك how to be a unique person، ازاي تكون شخص مميز. الولد ده انا كنت بسافر كتير، فكنت دايما، هو كان شغال في احدى شركات المطار، فكان ساعات يجي يسلم عليا لما اجي مسافر، حبيبي تعالى سلم عليا انا في الترانزيت او منتظر الطياره بتاعتي. فلقيته جالي شاب مختلف في المشي، لاحظت تحتها راحت، هو حاليا في امريكا، لانه فعلا بعدها ما كنتش بلاقيه. فتعالى نتقابل، تعالى نتغدى في حته، مش فاضي. السيستم الجديد لما جم يركبوه لقوا مين؟ لقوا ان الشخص ده هو الوحيد اللي عارف كل حاجه عن السيستم ده. فاذا هي قدراتك. طب وصل لهدفه ده ازاي؟ او وصل لطموحه ده ازاي؟ هو عارف ايه اللي عنده. ف
فده مهم. اول حاجة ايه القدرات بتاعتك؟ لازم نفكر فيها. ما هدرش الوقت، كل ده تحت قدراتي. اوعى تهدر وقتك، اوعى تهدر طاقتك. واحد كلمك او واحدة كلمت وتقعد بقى تنقي وتكلمك وتضيع الوقت بتاعك، او ايه تقعد تغل في نفسك، دي قدرات، دي كلها طاقة، اوعى تضيع الطاقة بتاعتك. يبقى اول حاجة عندنا ان نعرف قدراتنا ونكون بنفكر بطريقة ايه ايجابية في قدراتنا دي، في القدرات بتاعتنا. طيب تاني حاجة ومهمة جدا قوي عشان تعزز الثقة بتاعتك بنفسك، حب نفسك، احترمها، ما تخافش من النقد. شوف ثلاث جمل كده تحت كلمة حب نفسك. انت لو حبيت نفسك هتحب الصفات بتاعتك اللي فيها، ومهمة قوي تحترمها. يعني ايه احترمها؟ يعني تخيل انت رحت الشغل بتاعك ورايح متأخر، ورايح مش لابس اللبس المظبوط، وبتشتغل الشغل بأي كلام. طبعا جه مديرك راح بصراحة مظبطك، قايل لك كلام مش مظبوط، كلام مش حلو، كلمك بطريقة مش حلوة، جرحك ايه؟ كرامتك. هو مين اللي جرح كرامتك؟ انت على فكرة. انت لو كنت بتحترم نفسك هتيجي في ميعادك، هتلبس اللبس المظبوط لشغلك. هتبدأ تشتغل شغلك بما يرضي الله. هتعرف كويس، هتقرأ في شغلك كويس، هتفهمه كويس قوي، هتلاقي نفسك الدنيا عندك ايه؟ الدنيا عندك اختلفت. لا انا بقى ده انا عايش عشان الناس. اوعى تعيش عشان حد، محدش بيعيش عشان حد. اوعى تبقى مركز في كلام الناس، اصل الناس بيقولوا عني كذا. لا انت حب نفسك لنفسك، مش عشان اصل خطيبتي عايزاها تحب فيها المثل ده، اصل عشان مش، لا. being yourself please، being yourself، حب نفسك على ما هي بس طورها، وده اللي هنتكلم عليه طبعا في الجزئية اللي جاية معنا. طيب رابع حاجة، تالت حاجة بالنسبة لي، سامح نفسك. يعني ايه اسامح نفسي؟ انا لاحظت ان يعني لما بطلب من ولاد عندي في الجامعة قولوا مزاياكو، انتوا كأن اللي قدام ده بيكره نفسه، ده انا وحش، وانا وانا وانا، كل صفات بيقولوها لنفسهم هي كلها يقدر يتحكم فيها، كأن ده انا لو واحد قال لك قول عن الشخص ده مش هيقول عنك الوحشة دي. فلازم سامح نفسك. طب انت غلط خلاص، يعني بلاش التأنيب اللي على طول، التأنيب ده لا مش صح، انت كده مش هتعمل حاجة. يوه طالبة حبيبتي كده لقيتها نفسيتها متضايقة، حبيبتي انت متضايقة؟ قالت لي والله يا دكتور انا كنت حاطة برنامج ليا في رمضان وما عملتش حاجة، ضاع مني اول اسبوع فخلص بقيتش اعمل حاجة، مش هعمل حاجة. سامحي نفسك، بالراحة عليك، معلش انت لما حطيتي جدول ليكي كان الجدول ده مرتبط بتوقيتات رمضان، فانت ضيعتك المسلسلات شويه وضيعتها، خلاص ضاع مننا اسبوع ما نضيعش الباقي. عرفت بقول لك سامح نفسك ليه؟ يعني كلمه تسامح نفسك دي معلاها ان الخطا اللي انت بتغلطه ما تبقاش تقول هو ده الفشل، انت غلطت لكن انت مش فاشل، انت غلطت في خطا عملته لكن انت مش فاشل. انت لو ركزت هعوض، هرجع اكتب تاني جدول مظبوط، هشوف هظبط تاني يوم رمضان وامشيه ازاي، غلطت في شغلانه في الشغل بتاعي هرجع اشوف الوركينج بروسيجرز بتاعتي، القواعد بتاعتها بتتعمل ازاي، هدرس حاجه معينه عشان اطور. طب ليه؟ فبلاش انت تبقى انت اللي مش مسامح نفسك. بليز يعني سامح نفسك، بلاش التأنيب المستمر ده، هيوقفك، هيشلك، مش هتتطور ومش هتعمل حاجه في شخصيتك. رابع حاجة بالنسبة لنا، ودي مش هقولها المرة دي، مش هشرحها المرة دي عشان أنا مش عايزة أطول الفيديو بتاعي، لغة الجسد. لغة الجسد مهمة جدا، بتديك الإيمج بتاعك، بتديك الشكل بتاعك، طريقتك في الكلام، ابتسامتك، لغة العين بتاعتك، ازاي بسلم، ازاي بقف، الحاجات دي هنعمل لها الحلقة اللي جاية إن شاء الله عن لغة الجسد وازاي لغة الجسد تزود ثقتك. طبعا ازاي تزود ثقتك في نفسك. تاني حاجة أو خامس حاجة، being honest with yourself. You must be honest with yourself. انت لازم تكون صريح مع نفسك. انا دايما بقول للطلبة عندي ايه الواجب اللي بده لهم، هو am I، انا مين، هو انت مين صحيح. جت طالبة كلمتني قالت لي يا دكتور انا كنت فاكرة الاساينمنت ده او الواجب اللي حياتك مده لنا ده حاجة سهلة قوي، انا لما عدت اسأل نفسي هو انا مين ما عرفتش ارد. تخيل انت لما اسألك انت مين وانت نفسك ما تعرفش ترد، طب مين اللي هيرد اذا؟ مهم قوي. يبقى لما هقف مع نفسي، وزيك لما باجي اتكلم مع اي حد او
في اللايف كوتشنج اول حاجه بقولها لاي واحده بتعامل معاها او واحد، اقول له من فضلك تقعد مع نفسك وتكتب لي ورقتين وانا اللي هقراهم وهيتقطعوا محدش تاني، كل عيوبك وكل مزاياك. انا دايما ببدا من النقطه دي، لان لو ما عرفتش نفسك، لان انا كل اللي انا عايزاه ايه، مش العيوب دي اصلا، انا عايزاك تحولها لتحديات ازاي اتغلب عليها. ما بثقش في نفسي اتغلب عليه ازاي، انا عصبي اتغلب على ده ازاي، بخاف اتغلب على ده ازاي، ما اي كانت مانج ماي تايم، ما بيقدرش الوقت بتاعي، سهل نتغلب على ده ازاي. ده كلها حاجات انت تقدر تكتسبها لنفسك، تتغلب عليها وتبقى افضل. فهمت الفكره؟ طب المزايا بتاعتي اعززها بقى، بتعلم لغه بسرعه، بعرف اتكلم كويس، صوتي كويس، وهكذا. فبليز يا ريت النهارده كده من فضلك نبدا بجد نكتبها، ونكتبها واحنا قاعدين بشكلنا اختلف ايه العيوب والمزايا، وارجع تاني راجع بيها نفسك. مهمه جدا يعني، دي مهمه قوي قوي قوي، اوضح مزايا عيوبي، كل ده مهم قوي. وبرده الصراحه مع نفسك مهم جدا، هعملها ازاي؟ اقعد قعده تامل وخلوه لوحدك واكتب مخاوفك كده في ورقه. انا بخاف من الناس، بخاف مش عارف من ايه، احرق الورقه دي. كل علماء النفس والله قالوا كده، ده مش كلامنا، احرقها. وانا النهارده ان شاء الله بفضلك يا رب واستعانه بالله، انا من النهارده خلاص مش هخاف من الحاجات دي تاني. خلاص، ما انا خدت المحاضره بتاعت او الحلقه بتاعت الثقه بنفس وبدات ادرب عليها نفسي. طيب سادس حاجه ايه؟ سادس حاجه ممارسه تحمل مسؤوليتك لنفسك. يعني ايه كلام ايه الكلام الرخم ده؟ ابدا. تخيل انت تروح ما ذاكرتش كويس، لا اصل الدكتور ده امتحاناته رخمه، رحت الشغل وانت اصلا ما بتشتغلش بصراحه صح، والمدير بتاعك انت قارفه يعني، مدير رخم ودبت واو. دايما بنوجد شماعه لحد بنعلق عليه الاخطاء بتاعتنا. انا عايزك تتحمل مسؤوليتك. يعني ايه اتحمل مسؤوليتي؟ انا عندي امتحان يبقى هقعد واذاكر، بدور على شغلانه يبقى هبقى ده اساعد نفسي اطور نفسي اللي انا محتاجه الفتره اللي جايه، طول ما انا قاعد الاربع سنين بتوع الكليه مثلا. عندي ثانويه عامه من اولى ثانوي انا ببدا ارتب نفسي ليها. انت تحمل مسؤوليتنا. انت حتى وانت مريض ما بتاخدش الادويه بتاعتك بانتظام. يعني هو مين اللي هيساعد نفسك في المرض؟ حتى دلوقتي اهو واحنا في حظر وفي كورونا، لا بتستهتروا وبنروح نقابل الناس ولازمنا، لا بنبوس لازمنا، مش ليه؟ اتحمل مسؤوليتك، لازم انت اللي تشيل المسؤوليه دي، ده مهم جدا. حاجه مهمه جدا تانيه بعد كده بالنسبه لي، وهي انك انت مش هتزود ثقتك الا بزياده المعرفه والمحاولات وتكرار المحاوله ونفشل ونحاول. جات لي طالبه قالت لي، انا حضرتك كانت اخر محاضره ليا، ولقيتها بتقول لي، بقولها بنتي وانتي عشان عرفتي ان انا دكتوره عندي طيبه يعني، فما بتحضريش؟ لقيتها بكت وقالت لي والله انا ما بحضرش كل الدكاتره. ليه يا بنتي ما بتحضريش؟ قالت لي انا بخاف من الكواز، يعني يكون عندنا اختبارات كده بسيطه، انا بخاف ما بخافش. قلت لها اللي تخافي منه احضريه. انا كنت بخاف على فكره، انا كمان فتره من فترات الامتحانات كنت بدرس انجليش، فقلت لا انا بخاف، بقيت عماله احضر. ده رحت الجامعه الامريكيه مشوني، انت ازاي بقى ممنوع تحضري الامتحان ده في خلال نفس الثلاث شهور او نفس الست شهور، لان هو نفس الامتحان. فاللي تخاف منه لازم عشان تجي اجين المعرفه واتقبل اي تغير في حياتي. التغيير يا جماعه لازم انا اهل نفسي فيه. انا لما جبت عربيه اوتوماتيك اول مره بعتها على طول بعدها بست شهور، كنت خايفه منها مش متقبله التغيير. لما جبت بعد كده لا، جبت حد وعلمني خلاص مرتين ثلاثه، ما انا اصلا بسوق كويس، ده شيب عربيه واوبشنز مختلفه، بعض الحاجات المختلفه في العربيه وخلاص اتعلمت وبدات ابقى اسوق خلاص مفيش مشكله. فاذا المعرفه لازم اعرف اتعلم، ممارسه التعلم والخطا اتعلم منه، مش افشل. لا ما افشل، ما هو مطلوب تفشل، وكل العلماء اللي انت شفتهم دول فشلوا، وبتاع والت ديزني فشل، وكل الناس فشل، ما حدش نجح من اول حاجه. ما انا لازم اجرب واحاول وافشل، لان هو ده بعتبره مش فشل، ده خطا اشوف بقى اجربها مش هروح بقى اعيد نفس الحكايه بنفس التجربه، لاما حاجه ناقصاني. انا حتى لما بدي نصيحه في المقابله اقول اول حاجه بعد ما تخلص الانترفيو ترجع تكتب ايه اللي ناقصك عشان اروح اطور نفسي عليه. فشلت في المقابله دي بس انا نجحت اني اتعلمت حاجه، على الاقل عرفت انا عندي نقص في ايه، ايه الشورتج اللي عندي، هوصل له ازاي، هتعلم بيه ازاي. ده مهم جدا. كان عندي صديق في الدكتوراه وهو كان من دوله عربيه، مفيش داعي لذكر اسمه، وكان ما بيتكلمش خالص،
وبيتكسف جدا، واللغه مختلفه، هو من دوله اخرى، فلقيته مره في اتنين مش عارف يتكلم ومش عارف يستوعب الحاجه، فبقيت نفسي انا في التيم بتاعه. قلت له بقول لك ايه، انا تعبانه جدا المره دي، انت بقى قول البرزنتيشن المره دي. مره اتنين تلاته كل الدكاتره انبهروا، قالوا هو ده الشخص اللي كان من سنه بياخد ما بيتكلمش خالص، وقف مره واتنين تلاته وبقى يعد البرزنتيشن. وعلى فكره مش كنت انا اللي بعملها له، بالعكس بدا هو يعد البرزنتيشن ومحتوياتها والديسكريبشن بتاعها ومواصفاتها. دلوقتي بقى ما شاء الله على اولموست على درجه وزير في الدوله بتاعته، بقى مستشار لناس كتيره جدا، والحمد لله بجازيه خير انه دايما لما يقولوا انت اتغيرت قوي، انت بقيت معقوله انت بتشرح قدام الشيخ، يقول لهم انا اتعلمت من الدكتوره نادية عبد العال. فيا جماعه الممارسه الممارسه، وما تخافش، جرأ نفسك، ده مهم جدا. اخر حاجه واخر خطوه بالنسبه لنا اللي هي استشر. طبعا وخاب ايه، وخاب من استشار، لا يمكن مش هتستشير وانت هتقول انا هعمل العمل ده مش مظبوط، بس مهم تستشير مين المنتور بتاعك. على فكره انا عندي في حياتي اكتر من شخص بستشيره، لو عندي مشكله مع اولادي او مشكله خاصه في واحده معينه انا بتصل بيها، اعرف انها اولا امينه جدا، واقعية جدا، مش هتطبطب عليا كده واكون انا غلطانة، بالعكس صريحة جدا معايا. مع ان اهم صديق ليا في الشغلي في حاجاتي في الذات في الكونسلتيشن وشغلي از مستشار كمستشارة، لو اتصلت بيه وقلت له الشخص ده او ابن ده مضايقني، ولا تعرفي ابنك تاني، جوزك مضايقك اتطلقي، مش عارفة مين، لا ولا انت احسن واحدة في الدنيا، عشان كده لا يمكن اساله في حاجة زي كده. لكن لو بسأله في شغل، عندي محاضرات، هدرس ده فين، هدرس ده فين، هعمل ايه، اتصل بيه هيديني احسن نصيحة. مهم جدا تعرف في حياتك، سواء لو باباك عنده الملكة دي، لو مامتك، لو خاله، لو عمه، لو جارك، صديق سنك شوية صعبة، اذا سيم ايج صعبة نفس السن الصراحة، لكن اختار من العيلة مين في ايه. يعني لو جيت تسألني اروح العب في انهي نادي، ولا اعرفك، تروح تستشير حد غيري. العب انهي ميوزك، ولا اعرفك، استشير حد، لكن في المطبخ اعرفك شغال مفيش مشكله، المحاضرات، الدراسه، تطور نفسك، ديفلوبمنت يور سيلف، في البانكينج سيستم، كل ده مفيش مشكله. فمهم جدا نستشير اللي معانا. اخر حاجه واخر نصيحه وبقولها لكم بعد ما راجعنا كل ده، ازاي نفكر بشكل ايجابي، قدراتنا، نحب نفسنا، نسامح نفسنا، لغه الجسد بتاعتنا مهمه، اصارح نفسي، ممارسه تحمل المسؤوليه بتاعتي، استشير الناس، ادرس واتعلم على طول. اهم حاجه وضع اطار زمني صح للي انا بكتبه كل يوم في حياتي، انا عايز اعمل ايه كل يوم، لازم تقوم عايز حاجات معينه اعملها. ما تطلبش النهارده، وده اللي خلى حبيبتي تتضايق وتتعب نفسيا، لانها كانت كاتبه لنفسها 10 حاجات في اليوم. طب ما انت مش هتعمليها، هتحبطي، هتفقدي ثقتك في نفسك. ليه؟ من فضلكم حط اطار زمني منطقي. اهم حاجه وعودك اللي بتعملها لنفسك لازم تكون قد وعدك. انا النهارده هصحى هلعب رياضه، هعمل كذا، هتفسح، هقرا كتاب، هكلم ولادي، هكلم جوزي بطريقه كويسه، كل ده وعدت نفسي بيه، ما عملتش حاجه هتحبط. احنا مش عايزينك تحبط، الثقه معناها انك انت لا تحبط. يبقى يا اما تخلي وعودك على قدك، مهم جدا خلي وعودك على قدك، اكتفي بوعودك وخلي وعودك على قدك مع نفسك او مع الاخرين، خلاص ده مهم جدا. خلي بالنا ما نخافش من النقد، نسمع النقد وما نخافش منه، اوعى تخلي الناس هي اللي تدير حياتك، اوعى، حب نفسك لنفسك، اوعى تخلي بتحب نفسك عشان الاخرين. دي اخر نصيحة كانت ليا معايا النهاردة، واخر كلمتين، محدش بيتغير بالمفتاح. لما بقول للطلبة بتوعي، طالب قال لي يا دكتورة والله كلامك جميل جدا ونفسي نعمله بس مش بنعمل، عارف ليه؟ لان انت خايف لما هبدأ مش هعمل صح، الحاجة التانية مش هتستمر. مفيش حد، انت مش مفتاح، خد وقتك، كل الخطوات دي عايزة وقت، عايزة هندرس، هنقعد مع نفسنا الأول نشوف عيوبنا ومزايانا، إيه اللي ناقصنا نطوره، هنتعامل إزاي مع نفسنا، هنوفي بوعودنا إزاي، ما تحب نفسك، حب تخنك، حب رفعك، حب طولك، حب قصرك، حبك زي ما أنت، دي كلها شكليات، طور شخصيتك، استمر في التطوير، أصبر واستمر.
المره اللي جايه هنتكلم عن لغه الجسد، ومنتظره التعليقات بتاعتكم نشيرها لكل الناس تستفيد بيها. كل سنه وانتم طيبين، العيد على الابواب ان شاء الله. الحلقه الجايه قريبه قوي، هسجل 3-4 حلقات صغيرين قوي استكمالا لثقتك في نفسك، ازاي نتكلم في بعض المناسبات، ازاي نقف صح، ازاي نتكلم، ازاي لغه العين، ازاي حاجات، شويه حاجات كتيره، نتغلب على الخوف ازاي عشان نبقى كملنا كل القصه بتاعه ثقتك في نفسك. وبعد كده ندخل على الحلقه اللي ناس كتير قوي طالبينها، ازاي اتغلب على العصبيه بتاعتي. سعدت بيكم، اشوفكم المره الجايه، كل سنه وانتم طيبين.